أزمة جديدة في مادة الغاز تعصف بديالا مرة أخرى، حيث بات مشهد طوابير السيارات الممتدة لمئات الأمتار أمام المحطات حاضراً وبكل قوة في استمرار لمسلسل أزمة مستمرة منذ سنوات في المحافظة، إلا أنها اشتدت منذ بداية عام 2023. احنا واقفين من الأربعة الفجر، وكل ساعة يعني يقولوا لنا اكو، نو بيقولوا لنا ماكو. البارحة موزعين تقريبا 100 سيارة، للعشرة منتهي الغاز. اليوم جينا من الأربعة الفجر ماكو. أزمة الغاز بدياله معروفة من زمان، وبخانقين خاصة، لأن خانقين منطقة محاذية لكردستان، والتهريب موجود بها ومعلومة عند الجميع طبعا هي، لذلك الأزمة مستمرة ما تخلص. 23 محطة قاطعنا كجلولة سعدية خانقين، كل جو جبارة، يعني ما معقولة بس محطة واحدة تشتغل، ومحطة احنا ماذا آخر يوم آخر تنكر راح يجينا باكر نوزعه وراح نقعد احنا هم. أزمة مادة الغاز في ديالى أدت إلى تعطل سيارة الحمل ونقل الطلاب والموظفين عن العمل، فضلا عن تعطل الحياة اليومية لكثير من الكسبة وذوي الدخل المحدود، وسط تأكيد المسؤولين في ديالى بأن الأزمة تعصف بكل أنحاء المحافظة متحدثين عن أسباب هذه الأزمة. احنا من نروح للمحافظة نشوف كل المحطات بها أزمة الغاز، وخانقين انتم تعرفون خانقين قضاء قديم، قضاء اعداده كلش هوايه صارت توسع به، وعندنا بنزينخانه واحده حكوميه. احنا هسه عندنا مشكله الاخ بانه قياده العمليات عنده تصاريح امنيه، مرات يتاخر اهل البنزينخانه التصاريح الامنيه، من يتاخر يصير ازمه عندنا بالغاز. هي إذن أسباب كثيرة تسببت بهذه الأزمة، منها الفساد المستشري في القطاع النفطي والتهريب للنفط داخل وخارج العراق، لتفتح أزمة مادة الغاز في ديالى ملف مافيا الذهب الأسود التي انتشرت في البلاد تحت رعاية الأحزاب والميليشيات عبر الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، ما ألحق أضرارا بالغة باقتصاد العراق الغني بالنفط وانعكس سلبا على معيشة المواطن.